بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظات الجمهورية تدشين مبادرة عيدك أحلى بدون دخان، واللي بيتم تنظيمها من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار أيام عيد الأضحى المبارك للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات، بجانب تنظيم كمان ورش عمل للأطفال لرفع الوعي لديهم ضد التدخين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني في البداية لو نتعرف من حضرتك على تفاصيل الفعاليات اللي بتشملها هذه المبادرة، مبادرة عيدك أحلى بدون دخان. خلينا اقول لحضرتك، يمكن احنا الحقيقه الاعياد والمناسبات بتمثل لنا يعني اهميه كبيره، خاصه لان احنا الحقيقه بنستهدف يعني تنفيذ انشطه وبرامج توعويه مختلفه. احنا بنستهدف الحقيقه توعيه الاطفال ورفع وعيهم بخطوره التدخين من خلال الحقيقه تنفيذ انشطه والعاب تفاعليه كلها مرتبطه بقى اضرار التدخين وتعاطي المواد المخدره. بنستهدف ايضا تصحيح المفاهيم المغلوطه لدى شبابنا ووعيهم بخطوره تعاطي المواد المخدره، يعني زي تصحيح المفاهيم المغلوطه، بعض الحقيقه المعتقدات الخاطئه لدى الشباب ان المخدرات بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكره، على الحقيقه يعني كلها معتقدات خاطئه، فبالتالي بنرفع وعيهم بخطوره تعاطي المواد المخدره. ايضا بنستهدف توعيه الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي لو الاسره لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدره، ايه ابرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى مواد مخدره، وازاي تتعامل الاسره معاه، وازاي ايضا تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 للحصول على كافه الخدمات العلاجيه مجانا وسريه تامه. احنا الحقيقه يمكن احنا من اهم المحاور اللي بيشتغل عليها صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق، ايضا المحور الوقائي. احنا يمكن على مدار الفتره اللي فاتت دشنا اكبر برنامج وقائي لتوعيه طلابنا في المدارس، خاصه المرحله الاعداديه والثانويه، ونفذنا هذا البرنامج خلال العام الدراسي الحالي في اكثر من 7500 مدرسه. البرنامج الوقائي كمان بيعتمد ان هو بيبث فيديوهات توعويه بتبرز رحله التعاطي، وبتبرز ايضا الاضرار اللي بيتعرض ليها المتعاطي للمواد المخدره، وبالتالي بنرفع وعي طلابنا يعني بخطوره تعاطي المخدرات. احنا الحقيقه كمان ايضا عندنا التوجيهات من القياده السياسيه ننفذ برامج توعويه متكامله لاهلينا داخل المناطق المطوره زي الاسمرات المحروسه، بشاير الخير، حدائق اكتوبر. يعني في استهداف استاذ مدحت لاعمار مختلفه وشرائح كمان اجتماعيه مختلفه، ده هيخليني اسال حضرتك اعتمدتوا على ايه؟ يعني ايه هي ابرز الوسائل والفيديوهات والاهداف اللي انتوا اشتغلتوا عليها عشان المبادره دي عيدك احلى بدون دخان تصل لكافه الشرائح؟ خلينا حقيقة حضرتك يعني بالنسبه في اهميه هذا السؤال، لان احنا الحقيقه كمان احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان المتقدمين للعلاج، احنا الحقيقه بنشوف ايه ابرز الفئات العمريه المستهدفه، بنشوف ابرز انواع المخدرات انتشارا، بنشوف كمان الحقيقه كل المحاور دي عشان لما نيجي نضع الخطط والاستراتيجيات الخاصه ببرامج التوعيه بتبقى مستنده على اساليب علميه. بمعنى احنا لما بنيجي نستهدف الاطفال بيبقى عندنا الحقيقه هدف نرفع وعيهم بخطوره تعاطي المخدرات، وبالتالي بعدنا نشأ عنده وعي كامل بخطوره التدخين. ايضا الحقيقه كمان بالنسبه فيما يتعلق لما وجدنا ان بعض يعني التعاطي في سن مبكر، عشان كده دشنا اكبر برنامج وقائي وبدانا نستهدف المراحل العمريه من 12 سنه واقل ذلك الحقيقه لمراحل اكبر. ايضا بنصحح المفاهيم المغلوطه داخل لدى شبابنا في الجامعات المصريه، ويمكن صندوق مكافحه وعلاج الادمان أصبح له لأول مرة بيوت تطوع، ودي بمثابة مقرات دائمة داخل الجامعات المصرية. هدف بيوت التطوع بتستقطب الشباب داخل الجامعات، بنستثمر وقتهم الحقيقة في التوعية بمخاطر المخدرات. يمكن احنا عندنا حاليا 33 ألف متطوع من الشباب، معظمهم كلهم الحقيقة معظمهم الحقيقة من طلبة الجامعات المصرية، هم اللي بيشاركوا
في الحقيقة إعداد البرامج التوعوية وأيضا تنفيذها لتوعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة. احنا أيضا كمان احنا يمكن نزلنا في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويمكن على مدار الفترة اللي فاتت نفذنا برامج توعوية في أكثر من 750 قرية. البرامج طبعا بتعتمد، بنعمل دوري رياضي تحت شعار التأقلم من المخدرات، بنعمل ورش حكي وألعاب تفاعلية بالنسبة للأطفال، بنعمل كمان توعية للأسر وإزاي الأسرة تتعامل مع يعني الشخص لو لا قدر الله بيتعاطى مواد مخدرة، وإزاي أيضا بتتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتوازي مع المحور الوقائي. أنا يمكن عايز كمان أزف لحضراتكم خبر صار، يمكن إحنا مصر من يعني الحياة الدولة المصرية قدرت إن هي تصبح بيت خبرة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لكثير من الدول العربية. يمكن على مدار الفترة الماضية استقبلت معالي الوزيرة وفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، أيضا وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، وأخيرا الحقيقة كان عندنا كمان وفد رفيع المستوى من أكاديمية الشرطة بدولة الإمارات. كل الحقيقة وفود الدول العربية اللي بتأتي إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هدفها هو التعرف على التجربة المصرية خاصة. طبعا هي تجربة مهمة ومحترمة جدا يا أستاذ مدحت، بس يعني خليني أسأل حضرتك في نقطة يعني حضرتك تطرقت لها. حضرتك تحدثت عن أبرز الفئات اللي بتستهدفوها، إن كان حتى في التوعية أو حتى في يعني فكرة الاستقطاب للأسف اللي بيقعوا ممكن يقعوا في فخ المخدرات. عايز أعرف من حضرتك إيه أبرز الفئات حسب طبعا الإحصائيات اللي عندكم، لأنه حضرتك بتقول إنه كمان بتستهدفوا سن إعدادية وثانوية عامة، ممكن ناس يعني أسر ما تستوعبش إنه السن ده صغير ممكن يقع في فخ التعاطي. لا احنا بالفعل زي ما اشرت لحضرتك، احنا عشان لما بقول لحضرتك بنحلل بيانات المتقدمين، لقينا الحقيقه ان بعض الفئات العمريه بتبقى الحقيقه بيبقى التعاطي في سن مبكر زي من سن 12 سنه. الحقيقه بعض 12 سنه بعض الحقيقه بعض الفئات، فعشان كده يعني بنستهدف كمان يبقى الوقايه من البدايه، عشان كده بننفذ برامج توعويه متكامله. ويمكن الحقيقه الحمله اللي اطلقناها حمله انت اقوى من المخدرات، ويمكن كان بطلها على مدار العديد من السنوات الماضيه نجمنا كابتن محمد صلاح. الحقيقه الحمله دي حققت نجاحات مبهره سواء على المستوى المحلي، زودت عدد المتقدمين للعلاج من الادمان على الخط الداخلي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023 500%، يعني 5 اضعاف. فيما يتعلق على المستوى الدولي اعتبرتها الحقيقه كثير من الدول من الحملات الملهمه والمؤثره والابداعيه لتوعيه شبابنا من ده رائع جدا استاذ مدحت، وان شاء الله كمان هيحصل يعني تمديد لهذه المبادره ما تكونش بس قاصره على ايام العيد. بس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالتواصل مع الاهالي واولياء الامور، لانه مهم جدا يبقى في تواصل معاهم لتوعيتهم ازاي يتعاملوا مع ابنائهم اذا وقعوا في يعني مخاطر التدخين او اذا تعرضوا لاي شيء من الوان المخدرات او غيره. ازاي ده بيتم الجانب التوعوي مع الاهالي واولياء الامور؟ خلينا اقول لحضرتك بالنسبه فيما يتعلق بالتواصل، عشان كده بقول لحضرتك بالنسبه للاعياد والمناسبات بتمثل لنا اهميه كبيره، لان بنتواصل مع الاسر، ايضا بننفذ برامج توعويه داخل الانديه الرياضيه، بننفذ برامج توعويه للمصطفين لاثناء فتره الصيف في المحافظات الساحليه. الحقيقه كافه المناسبات وتجمع الاسر احنا بتمثل لنا اهميه كبيره جدا، حتى اثناء كمان فتره المعرض الدولي للكتاب كلها بتمثل لنا أهمية كبيرة، لأن زي ما بقول لحضرتك بنتواصل مع الأسر، بنعرفهم إزاي آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، بنعرفهم إيه أبرز العلامات الدالة اللي ممكن تشير إن الإبن بيتعاطى مواد مخدرة، وبالتالي كمان بنعرفهم إزاي يتواصلوا مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للحقيقة الحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وسريعة تامة. بجانب البرنامج الوقائي إحنا أيضا عندنا البرنامج العلاجي لأي مريض إدمان يقدر يستطيع إن هو يحصل على كافة الخدمات العلاجية مجانا وسريعة تامة. طبعا مجهود كبير جدا يعني بنحيي حضراتكم عليه الاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. ومره ثانيه بنفكر حضراتكم ان الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان هو 16023.